ارتفعت أسعار النفط الأمريكي للعقود الآجلة متجهة نحو إنهاء أسبوع التداول على مكاسب قدرها 9% بدعم من تراجع مخزونات الخام في الولايات المتحدة ورفع الحظر عن تصدير النفط. وصعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط إلى 37 دولارا و 71 سنتا للبرميل، فيما يتم تداول خام مزيج برنت عند 37 دولارا و 60 سنتا للبرميل.